أهلا بكم في درس جديد من دورة تصميم وتطوير لعبة الهوكي. بعد أن قمنا في الدرس الماضي بإضافة اللاعب الثاني، فأصبحت الآن الواجهة متكاملة من ناحية عرض هذه المحتويات، ونستطيع القيام بتحريك اللاعبين كيفما نشاء. تمام. أما الآن سوف نسعى في هذا الدرس للقيام بإضافة تفاعلات بين القرص وبين اللاعبين. فمثلا عندما يتم الارتطام والاصطدام، سوف نقوم بالتعديل على جهة هذا القرص. فالقيام بذلك، دعونا نبدأ بهذه العملية خطوة خطوة. نقوم مثلا بإنشاء هنا تابع، من خلاله نسعى للقيام بتحسس التصادم. فهنا مثلا سوف أسعى للقيام بتغليف اللاعبين والقرص بمستطيل، ونقوم بالاستفادة من التوابع الجاهزة الموجودة في الجافا، والتي على أساسها مثلا ما إذا كان هناك تداخل بين الإحداثيات فسوف يقوم بتحسس التصادم. فالقيام بذلك سوف نقول هنا قوم مثلا بإنشاء تابع يقوم بربط قيمة بوليانية لنقول كوليجن، وهنا نقوم بإدخال الإحداثيات الخاصة بالمحور الأفقي والشاقولي للقرص وللاعب، فنقول مثلا desk x وأيضا desk y، وكذلك بالنسبة للاعب فنقول player x وأيضا player y. تمام. بعدها نقول هنا return، وذلك من خلال إنشاء مستطيل rectangle، سوف أقوم بإنشائها بشكل مباشر وردها دون الحاجة لاستخدام متحولات، فنقول هنا rectangle، وذلك نسبة إلى هذه الإحداثيات مع عرض وارتفاع. فنقول هنا بالنسبة للقرص، بما أن إحداثياته إذا قمنا هنا بالاطلاع، طبعا هذه خاصة بالقرص، فنرى كيف أنها 50، وبالنسبة للاعب فهي 80. فنقول هنا مثلا 50 50، ونرى هنا كيف نستطيع القيام بالاستفادة من هذه التوابع الموجودة في ريكتانجل، مثلا إما contains أو intersect. ونقول هنا ريكتانجل أيضا مرة ثانية، وذلك على إحداثيات جديدة وهي الخاصة باللاعب. عندما يتم الارتطام والاصطدام، نقوم هنا بإرسال قيمة بوليانية ونقول مثلا 80 ب80 بهذا الشكل. فهذا المستطيل الأول وهذا التابع الخاص به، وضمنه قمت بتمرير مستطيل ثاني والذي على أساسه نقوم بتحسس التصادم. بعدها لنقوم باستخدام هذا التابع، فهنا سوف نقول مثلا في حال الكوليجن، وذلك على الإحداثيات الخاصة بالقرص والإحداثيات الخاصة بإحدى اللاعبين، لنقول كنترول X1 وكنترول Y1. فهنا مثلا قم بتغيير جهة المحور الشاقولي، فنقول سبيد عند الواي، قم بضربها بإشارة -1 لنرى طبعا هناك بعض الإشكالية، فأعتقد يجب علينا القيام بالانزياح. فإذا قلنا هنا بالنسبة للقيمة على الديسك واي، قم مثلا بإقاسها بمقدار 5 لنرى تمام. فنرى هنا كيف نستطيع القيام باللعب والتفاعل بين القرص واللاعب بهذا الشكل. جيد جدا. أما الآن فسوف نسعى للقيام بجعل هذا التابع أكثر تعقيدا، ومثلا سوف أقوم هنا باعتبار هذا اللاعب قسمان، قسم يميني وقسم يساري. فإذا تم الارتطام والاصطدام مثلا من الجهة اليمينية، فسوف أقوم برده نحو اليمين. أما إذا تم الاصطدام والارتطام من الناحية اليسارية، فسوف أقوم برد الكرة أو رد القرص من الناحية اليسارية. فالقيام بذلك، دعوني هنا أقوم مثلا بتعريف تابع ليكون left، أقوم بالتعديل عليه، وهنا الارتطام والاصطدام من الإحداثيات اليسارية وذلك حتى منتصف العرض يكون 40، فهذا القسم اليساري. بعدها نقوم بإنشاء تابع آخر ليكون مثلا right، وهنا نبدأ من عند نقطة المنتصف زائد 40، وأيضا العرض 40، فالمجموع الكلي هو 80 وهو كامل العرض. إذن هنا من أقصى اليسار حتى المنتصف، وهنا من المنتصف حتى أقصى اليمين. تمام. فإذا أردنا القيام بالاستخدام، نقول هنا بالنسبة للكوليجن على الليفت، فأقوم بهذه العمليات، ولكن قم هنا بالإضافة عليها وقم باختبار مثلا الإكس. فإذا كانت السبيد إكس أكبر من الصفر، فقم هنا بضربها بإشارة -1. تمام. ومن ثم نقوم باستخدامها وذلك عند الرايت، ولكن سوف نقول في حال كانت أصغر من الصفر فقم بضربها بإشارة -1 لنرى. فالآن مثلا إذا أردنا القيام بصدها من الناحية اليمينية، نرى كيف القرص عادة من الناحية اليمينية.
أما الآن عاد من الناحية اليسارية، فنستطيع القيام بالتعديل عليه وذلك كيفما نشاء، والحركة أصبحت إلى حد ما أكثر واقعية. ممتاز. والآن إذا أردنا مثلا القيام بالتطبيق وذلك على اللاعب الثاني، فالآن فقط اللاعب الأول وهو اللاعب الأزرق يتحسس هذا القرص. أما إذا أردنا القيام بإكساب اللاعب الثاني مثل هذه التفاعلات، فنقوم بنسخ هذه التوابع ونقول هنا، دعوني أقول مثلا player 2 وهنا player 1. فبالنسبة لي اللاعب الثاني نقوم بتمرير الإحداثيات الخاصة به، وهنا بدأ القيام بالانزياح نحو الأعلى، سوف أقوم بالانزياح نحو الأسفل، وكذلك بالنسبة هنا على هذه الإحداثيات. لنرى، ممتاز، فنرى هنا كيف لدينا تفاعلات وذلك بين هذان اللاعبان، جيد جدا. فنرى إلى حد ما كيف أن اللعبة أصبحت تفاعلية وأصبحت واقعية بشكل كبير. وأيضا سوف نرى كيف نستطيع القيام مثلا إذا شئنا بإضافة مثلا تسارعات لهذا القرص وجعله يتفاعل مع حركة هذان اللاعبان، فإذا كانت مثلا قوة الاصطدام كبيرة فسوف ينعكس ذلك على القرص، ولكن هذا من شأنه أن يجعل اللعبة أكثر تعقيدا. أما الآن فاللعبة إلى حد ما بسيطة وهي في الوقت ذاته واقعية وديناميكية، فنستطيع القيام باستخدامها بهذا الشكل. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.